أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم أن نلقاه، وبعد. طلابي الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في هذه المحاضرة الرابعة التي بعنوان إعراب جمع المؤنث السالم. المؤنث السالم هو ما زيد على مفرده ألف وتاء، تقول: معلمة معلمات، مهندسة مهندسات. ما هو القانون الذي يحكم جمع المؤنث السالم؟ تقول القاعدة: يرفع جمع المؤنث السالم بالضمة وينصب ويجر بالكسرة. الرفع على الأصل، تقول: المعلمات نشيطات. المعلمات مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة، نشيطات خبر المبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. إذن مثلها مثل أي كلمة، لا يختلف الإعراب. أما في حال الجر تقول: مررت بالمعلمات النشيطات. فمررت فعل وفاعل، بالمعلمات الباء حرف جر، المعلمات اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، النشيطات نعت مجرور بالكسرة الظاهرة على آخره، أيضا الكسر على الأصل. الخلاف فيما؟ الخلاف في حال النصب، فالنصب بالكسرة. نربط ذلك بآية يقول الله عز وجل: خلق الله السماوات والأرض. فخلق فعل ماض، الله فاعل، السماوات مفعول به منصوب بالكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. والأرض الواو حرف عطف، الأرض اسم معطوف على السماوات منصوب بالفتحة. خلق الله السماوات والأرض. الشاهد في هذه الآية السماوات، فهي جمع مؤنث سالم، وهكذا كل جمع مؤنث سالم ينصب بالكسرة. تقول: رأيت المهندسات. فالمهندسات مفعول به منصوب بالكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. مفتاح آخر يتعلق بالممنوع من الصرف. بداية، ما معنى الممنوع من الصرف؟ الممنوع من الصرف هو الاسم الممنوع من التنوين. علمنا في محاضرة سابقة أن التنوين من علامات الاسم، وهذا الاسم لا يقبل التنوين، بمعنى أنه لا يقبل علامته، لا يقبل التعريف، لا يقبل التنوين. هذا الممنوع من الصرف ما مفتاحه الذي يحكمه؟ يقول المفتاح: يرفع الممنوع من الصرف بالضمة وينصب ويجر بالفتحة. الرفع بالضمة على الأصل، تقول: جاء أحمد، لا تقول: جاء أحمد. لماذا أحمد ممنوع من الصرف؟ لأنه علم على وزن الفعل أو على وزن أفعل. جاء أحمد، ولا تقل: جاء أحمد. فأحمد فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره. وتقول: رأيت أحمد، مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة، ولا تقل: أحمدا. أما في حالة الجر تقول: مررت بأحمد. أحمد اسم مجرور بالباء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف، وهكذا كل ممنوع من الصرف. إذن هذه التي خالفت نربطها بآية يقول الله عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. الشاهد ببكة، ببكة أي بمعنى مكة،
فالباء حرف جر، بكة اسم مجرور بالباء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. وهكذا أحبابي الكرام، كل ممنوع من الصرف فإنه يجر بالفتحة. خلاصة القول في هذين المفتاحين أن هناك تشابه بين الممنوع من الصرف، وهناك اختلاف بينه وبين جمع المؤنث السالم، فكلاهما يرفع بالضمة على الأصل، لكن جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة، أما الممنوع من الصرف فإنه يجر بالفتحة. وهاتان النقطتان التي خولف فيها الأصل ربطناهما بآيتين لنتذكر القاعدة ونستنبط القاعدة من الآيات، وبالتالي لا تنسى القاعدة مطلقاً. أكتفي بهذين المفتاحين، وفي المحاضرة القادمة سنتكلم عن الحالات التي يمنع فيها الاسم من الممنوع من الصرف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.